بلادي بلاد الخير والجمال، بلادي بلاد الشهداء الحرار، بلادي أمانة خلوها جدودنا لازم نحميوها ونحافظوا عليها. احنا الجزائريين ما عندناش بلاد واحدة أخرى تلمنا وتجمعنا. هاد الأرض الطيبة ضحوا عليها جدودنا من قديم الزمان. اليوم بلادنا راهي تعيش مرحلة حاسمة في تاريخها، مرحلة حساسة تخلطت فيها الحسابات وكثرت فيها الأطماع والمخططات. وحدتنا احنا الجزائريين رباط وثيق جمعنا وقوانا من قديم الزمان. هذه الوحدة اللي تجمعنا هي الطريق الوحيد اللي بها نخرجوا من الأزمة اللي راهي فيها بلادنا. بصح للأسف كاين ناس ما راهيش حابة الخير لبلادنا، ناس تتخبى مور شعارات الديمقراطية وحرية الرأي وهي العدو الأول لهذه المبادئ متأصلة في بلادنا. ناس راهي تحاول بكاع الطرق تقطع الطريق أمام قيم جزائر جديدة. احنا الجزائريين من 22 فبراير رفعنا صوتنا ونادينا وطالبنا بمحاربة الفساد والمفسدين. طالبنا باش تكون الجزائر دولة ديمقراطية قوية ومتمسكة بمبادئها النوفمبرية. اليوم وبعد 9 شهور بدأت بوادر ميلاد الجمهورية الديمقراطية اللي حبيناها كاع كيما رانا تكون. الانتخابات الرئاسية هي مطلبنا الأخير، احنا نأمنوا بها، هي السبيل الديمقراطي الوحيد اللي به تتحقق مطالبنا كاملة وغير منقوصة. 12 ديسمبر الجاي راح يكون موعد ثاني نكملوا به المسيرة اللي بديناها في 22 فبراير.